أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وما النصيحة لي ونفسي تغلبني عن قيام الليل، مع أنني ولله الحمد أملك القوة الجسمية على ذلك ونومي قليل؟ عود نفسك على قيام الليل ويعينك الله إن شاء الله، واعزم على ذلك ويعينك الله إن شاء الله. نعم.